السلام عليكم ورحمة الله. نواصل الحديث في موضوع آخر في الميديكال جينيتكس، بيتحدث على موضوع جينيتك فاريشن أو ما آخر، تحدث عن الجينيتك بوبوليشن، إيش اللي بيحصل في عملية تغير على مستوى الجين فريكوانسي في البوبوليشن أو على مستوى الأليل فريكوانسي في البوبوليشن، لأنه جنرالي بشكل عام كل population طبعا فيها نوع من الـ frequency of the alleles and frequency of the genotypes. Usually the frequency constant of the genotype, the frequency of the allele types is constant in this population. إلا إذا حصل في عنا هناك تغيرات أو ظروف معينة زي ما هنتحدث عنها لتبع. ولكن قبل ما نتحدث عن الجينيتك بوبوليشن، خلينا نطلع ان جنرال ونمر بسرعه على شغلات احنا عارفينها بس جاست كويك. في موضوع البوليمورفيزم، طبعا احنا بنعرف احنا ان جنرال الاور جينوم تقريبا في عنا احنا اختلاف ما بين الهيومن بينز، يعني مش كل انسان بكون ايدنتيكال الانسان اخر، او كنا نحكي في الماضي بانه تو كروموسومز نفسهم دي ار نوت ايدنتيكال بس دي ار مثلا هومولوجس، او في ان هناك عدد معين من الديفرنس بتوين البوبوليشنز ان جنرال، تقريبا 6 مليون ديفرنسز بيحصل عندنا ما بين جينوم وجينوم اخر، المقصود فيه على مستوى النيوكليوتيدز. بيجي بيعطيني اشعار بقول تقريبا 1 بيس بير ديفرنت فور اني 1000، يعني ان تو انديفيدوالز ممكن تلاحظ في عندك اختلاف، لكن هذا مش شرط يكون اختلاف مرضي، هو عباره عن اختلاف جاست ان النيوكليوتيدز فور انه انسيرت ان بيس. والحديث طبعا ان جنرال انه متعرف عليه اور جينوم بشكل او بمعنى صح الانهيرتس جينيتك ماتيريال اللي بتمثل لي البروتينز، تقريبا بتمثل اثنين او اكثر شوي اقل شويه بالنسبه للاور جينوم من ناحيه اللي هو الاكتشوال انكودد ماتيريال. ان جنرال طبعا عملية الديفرنشيشن among individuals بنلاحظ انه في عنا شغلات بتعطي هذا الاختلاف، مثلا في عنا حاجة اسمها VNTR variable number of tandem repeat، بتعرف زمان تحدثنا في الفصل الماضي في موضوع النوكليار بيولوجي على يوجد هندي ساتلايت ميني ساتلايت مايكرو ساتلايت، هذه كلها عبارة عن certain سيكونس ريبيتد موجودة في الجينوم، ممكن طبعا تختلف من انسان لاخر، وهذه برضو بتعطيني variation among populations. في المايكرو ساتلايت طبعا يكون عندي عدد معين من 2 إلى 4 طبعا موجود، تمام، ممكن يكون في عندي في 3 في 4 في 5 نيوكليوتايدز، وهذا بيعطيني نوع من الاختلاف، من هنا بنقدر نميز between او among individuals. النقطة هنا why do we care about genetic variation، طبعا احنا هنا care بيعطيني اشعار على اساس هو الفينوتوبيك differences among different individual، يعني هذا بيعطيني ممكن يعطي انعكاس انه في عنا certain phenotypic picture تختلف من انسان الى اخر، وهذا نتيجة variation في الكاركتر in general، هذا الكلام على مستوى الكلر على مستوى على مستوى الكاركتر على مستوى الميتابولايتس ان جنرال، وهذا الكلام بيكون عندنا من اختلاف من شخص الى اخر ممكن نلاحظين. والجينيتك فاريشن كمان بيعطيني اشعار لما اجي اقول والله انا في عندي سيرتين سيكونس اوف ذا نيوكليوتايدز بشكل او باخر ان سيرتين انديفيديوال، ممكن هذا يكون عنده بريدسبوزينج فاكتور certain genetic material to have certain disease، أو مثلا يكون عندنا response للدرج، أو مثلا يكون عندنا response للenvironmental factor أكثر من ناس آخرين. إذا دراسة genetic variation بيعطيني prediction إيش ممكن يحصل عندي
من ناحية الإفكت بتاعت الأذر فاكتورز على الإنسان. Genetic variations reveal clue of ancestor human migration history. يعني كمان الجينيتيك فاريشن لما أجي أتبع الفاميلي هيستوري ممكن أقدر في الآخر أصل لموضوع الأنسيسترز بتاعتنا، إنه إيش كيف كانت الكاركتر بتاعتهم، كيف كانت ديزيز ديستريبيوشن فيهم، كيف كان سيرتين كاركتر موجود عندهم، هل تم توارد هذه الأشياء في هذا الأنسيستر، هل صار هناك عندي مثلا مايجريشن هوستي from one area to other area. هذا الكلام دلالاته هو دراسة الجينيتيك فاريشن among the populations، فهنا دلالة لهذا الجينيتيك فاريشن. طبعا الاختلاف بشكل عام بيبدأ من نيوكليوتايدز، اوكي زي ما ذكرنا، إلى certain nucleotides repeated sequence more than one nucleotide، ممكن يصل كيلو بيسز في هذا الموضوع. إذا in general هذه السنجل نيوكليوتايد أعطتني كمان دلالة. يعني لو أنت طلع جينيتيك فاريشن إحنا ممكن يصير في عندنا هناك سنجل نيوكليوتايد بالمورفيزم في داخل البوبيوليشن من إنسان إلى آخر، لكن نو مينينج من ناحية السيجنيفيكانس كمستوى كلينيكال، لكن ممكن تحصل سيرتين سنجل نيوكليوتايد بالمورفيزم عند سيرتين لوكيشن أفكت جين ترانسكريبشن من ناحية كوانتيتيف أو كواليتيتيف. هذا الكلام ممكن يصير عندنا موجود، ممكن يأثر على البروتين ستراكشر، على الفانكشن بتاعت البروتين، ممكن يأثر على عملية الريجوليشن اوف ديفرنت ستيب ان ذا ميتابوليزم بتاعت البادي. اذا هذه كلها عبارة عن دلالات ممكن احنا طبعا تؤثر على اللي هو الهيومن من خلال سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم. كمان الانسيرشن او الديليشن طبعا اكيد حيكون له دلالة بشكل او باخر. طبيعة المايكرو ساتلايت والميني ساتلايت زي ما ذكرنا برضو بيعطي دلالة انه ممكن اميز بين الاشخاص في موضوع زي ما ذكرنا فورنسيك ميديسين، موضوع الباتيرنتي، هذا الكلام كله احنا ممكن نعرف. موضوع الديزيز كمان الديليشن او الانسيرشن ممكن يعطيني دلالة على الديزيزز وايش اللي حصل عندنا في الشيفتينج بتاع الجينز الموجودة عندنا. طبعا اللارج ديليشن كمان لو حصل عندي لارج ديليشن ممكن برضو او انسيرشن ممكن يحصل عندي يعطيني دلالة على امراض زي ما حصل في موضوع الديزيز زي التلاسيميا مثلا، او موست تطلع على الالفا تلاسيميا تحس انه في عندنا الفا تلاسيميا ريليتد تو ذا ديليشن لارج سيكونس اوف دي ان اي از ديليتد، ممكن يكون عبارة عن كيلو بيسز يصل ل 70 80 كيلو بيسز في هذا الامر. In general هنا بتحدث عنا على موضوع البوليمورفيزم انه الدي ان اي بوليمورفيزم بيعطيني دلالة لللينكج ماب. يعني ممكن يحصل عنا من خلال اللوكيشن بتاعة البوليمورفيزم ممكن من خلال دراستهم يعطيني دلالة للديزيز لوكيشن في داخل الجينوم، ممكن يعطيني البوليمورفيزم طبعا يعطيني طفرة ليدر دان، ممكن يعطيني دلالة ديزيز لوكيشن او وين اللوكيشن بتاعت الجين اللي فيه ديفكت، ممكن يعطيني اشعار على موضوع الباتيرنتي زي ما قلنا الماتيرنتي الفورنسيك ايدنتيفيكيشن، ممكن البوليمورفيزم هذا يعطيني دلالة على موضوع البرينيتال دياجنوسيس في الاكزامينينج للدي ان اي بشكل او باخر، ممكن كمان الدي ان اي بالمورفيزم فروم وان بيرسون تو انذر. المقصود هنا بالمورفيزم مش موضوع سنجل نيوكليوتايد، ممكن يكون مور ذان وان نيوكليوتايد. تمام بيعطيني دلاله في طبيعه عمليه الريكومباينيشن بتوين جينز لما بيحصل عندي عمليه الكروسنج اوفر، ممكن نقدر عملية الريكومباينيشن وكذلك عملية اللينكج ما بين الجينز كيف ممكن يحصل عندنا في هذا الأمر. هذه شوية مفهوم صعب شوية، لكن هذه عبارة عن دلالات ممكن توضح later on في اللي هو الشرح في محاضرات قادمة.
إذن الموضوع بتاعنا هي زي ما ذكرنا دراسة Genetic Population Study. فبيجي بيقول لي الـ Population Genetics Study هي عبارة عن Study of Quantitative Study، يعني عبارة عن Quantitative Study بتعطيني انطباع على Distribution of the Genetic Variation، يعني من خلال دراسة Quantitative Study على مستوى الجينز على مستوى الأليلز بيعطيني طبيعة الـ distribution of genetic variation في الـ population. تمام؟ كمان هذه الدراسة تعطيني دلالة على طبيعة الـ frequency of the genes أو frequency of the alleles frequency of the genotype maintaining أو change، يعني بنقدر نعطينا إشعار، يعني ممكن يكون عندي دلالات change in the frequency of the alleles، يعطيني دليل the frequency change the frequency of the genotypes. هذه ممكن يؤدي او العكس كذلك، فطبيعة الاختلاف هنا هيعطي اختلاف في الاخر، او طبيعة الكونستنت هنا هيعطيني كونستنت في الاخر، المقصود هنا كونستنت في الالي فريكونسي هيكون عندي كونستنت في الجينوتايب فريكونسي، هلو مجالا في البوبيوليشن. اذا البوبيوليشن جينيتكس از كونسيرن بوت ذا جينيتك فاكتورز ساتش از ميوتيشن اند دلالة البوبيوليشن، دراسة البوبيوليشن جينيتكس كمان بده يدرس فيها طبيعة الفاكتورز that are involved في هذا التغير. يعني مثلا أنا درست عندي أنا genetic frequency أو gene frequency in the population، وكذلك درست الألين frequency في البوبوليشن، وجود عندي إشكالية ممكن يعطي دلالة على إنه في عندي mutation مثلا معين، ممكن يعطيني دلالة على أساس إنه في عندي غير الميوتيشن، ممكن يعطيني دلالة في عندي environmental factors أثرت، ممكن يعطيني دلالة إنه في عندي social economical factor ممكن تكون أثرت، في عندنا صار selection اختيار، أو بالمعنى الأصح إنه ال genetic population ما صار لهاش نوع من ال harmony، يعني ال harmony اللي عبارة عن التوازن في انه يكون عندي ثبات في النسب ما بين الجين فريكوانسي والاليل فريكوانسي من خلال عمليه سيلكشن، انك انت رحت في هذه البوبيوليشن صار عندنا نوع من السيلكشن اختيار فئات معينه، وهذه الفئات المعينه صار لهم سيرتين بيهيفير واثرت على موضوع من الجين فريكوانسي والاليل فريكوانسي. ممكن اذا صار عندي اختلاف على الريشيو ما بين الكونسستنسي بتوين ذا جين فريكوانسي مع الالي فريكوانسي يعطيني دلاله على انه صار عندي مثلا مايجريشن. تمام، هذه امور كلها بيعطيني دلالات. اذا هذه الاختلافات ما بين هذه النسب في الالي فريكوانسي والجينوتايب فريكوانسي بيعطيني دلالات لاشكاليات او لسلوكيات صارت عندنا في هذه البوبوليشن. كمان البوبوليشن جينيتكس دراستها بيعطيني كمان ادرس هيستوري للجينيتك ستراكشر في الهيومن من خلال ديفرنت انسيستورز موجوده عندنا بشكل او باخر، او مثلا يعطيني دلالات على الجين فلو، يعني ممكن انه صار عندي اذا وجد عندي تغير على سبيل المثال في الجينيتك بوبوليشن من ناحيه فريكوانسي لجينز او لاليل معين، ممكن نقول والله صار في هناك نوع من فلو انه في صار عندي تدفق لسيرتين بيرسونز with certain gene style أو allele style أثر في الـ population فعمل نوع من الـ disturbance في الـ allele frequency مقارنة مع الـ genotype frequency، ما فيش عندي consistency في هذا الأمر. إذن وكأنه بيقول لي بمعنى أصح إنه دراسة الـ genetic population من ناحية الـ harmony between الـ allele frequency والـ genotypic frequency بيعطيني دلالة للأشياء اللي ذكرناها سابقا من ناحية الميوتيشن، من ناحية environmental problems social problems selection صار عندنا migration، في عندنا بعض الأحيان ممكن يصير عندي flow of the genes to the population أو ممكن يحصل عندي selection في هذه البوبوليشن. important the optimal method for identifying genetic susceptibility to common diseases. Population genetics provide the knowledge about the different genetic diseases that are common in different populations.
يعني بمعنى آخر الـ Optimal Methods الموجودة عندي اللي ممكن تقيم طبيعة الـ Distribution of the Gene Frequency عند الـ Allele Frequency the Common Disease بيعطيني knowledge أكثر about different genetic diseases among different populations. هي المقصود في هذه الجملة. The information that is needed for a clinical diagnosis وهذا الكلام ممكن يساعد يعني في وجود الميثودز في على أساس إنه يعطيني knowledge في different genetic diseases ممكن يساعد في عملية الكلينيكال diagnosis اللي ممكن صارت عندنا في البلد أو في البوبيوليشن ممكن يعطيني دفعة للكونسل كونسلرز على أساس إنه يصير عندي مجال نقدر نعمل عاولين نعمل جينيتك كونسلنج وممكن نقدر نعطي انطباع how the allele frequencies for a certain type of gene is required for making risk for certain disease. إذا هذا يعني وكانوا بيعطيني إشعار إنه اللوز أو الميثودز اللي إحنا بنستخدمها هي بالفعل بتعطيني identification للجينيتيك susceptibility to the certain أو the common disease. Anyway هذا عبارة عن يعني توضيح لدراسة الجينيتيك بوبيوليشن وكأنه أنت بتقول لي أنه لابد الجينيتيك بوبيوليشن تكون محاطة بسيرتين كونديشنز على أساس نقدر نقول أنه إحنا في عندنا هارموني. فمن هذا في دراسة الارتباط ما بين الأليل فريكوانسي والجيل فريكوانسي كان هناك دراسة للعالم هاردي والعالم وينبرغ في دراسة الجين والأليل فريكوانسي. فإيش قالوا عنا في هذه النظرية هاردي وينبرغ لو؟ هذه تعتبر طبعا ذا كورنر ستون يعني حجر أساس البوبيوليشن جينيتكس ستادي، بمعنى انه من خلال هذه المعادله اللي اوجدوها هاردي وينبرغ بنستطيع نعمل عمليه كالكوليشن للجينوتايب فريكوانسي فروم الليل فريكوانسي وكذلك العكس. طبعا هذا الكلام ان شاء الله هنوضحه في امثله ليتر اون. اذا هاردي وينبرغ لو بيجي بيحكي لي هنا انه في عندنا كالكوليشن للجينوتايب فريكوانسي فروم الليل فريكوانسي وايش يعني بيعطيني اشعار بقول لي ذا بروبورشن اوف جينوتايب دونت تشينج فروم وان جينيريشن تو انذر اف الليل فريكوانسي ريمين كونستانت. وكانه ايش بقول لي اذا انتقلنا من بوبيوليشن من جينيريشن لاخر، يعني انا بحكي على ماي فادر بعدين بحكي على جيل ماي فادر او الجيل بتاعي او جيل ابنائي، طول ما الفريكوانسي بتاعت الجينوتايب از كونستانت اكيد الاليل فريكوانسي ويل بي اولسو كونستانت. تمام؟ صار عندي تغير في الاليل فريكوانسي اكيد بتوقع انه يصير عندي تغير في الجينوتايب فريكوانسي. لانه بقول لي هنا البروبورشن اوف جينوتايب دونت تشينج فروم one generation to another if the allele frequency remain constant if the allele frequency remain constant. Anyway هذا اللو او هذا الاكوليبريم طبعا هي قديمة ولكن اعطت افادة في عملية تقييم الجيل فريكوانسي والالي فريكوانسي. ايش بحكي لي؟ بقول لي انه الفريكوانسي اوف ذا alleles and the genotypes in a population will remain constant from one generation to the another if the population is stable and in genetic equilibrium. تمام؟ يعني الفريكوانسي بتاعت الاليلز وكذلك الفريكوانسي بتاعت الجينوتايب، هنوضح الان ايش الاليلز وايش الجينوتايبس في المعادله، will remain constant تمام from one generation to another تمام stable if the conditions like the population is large if the mating is random. يعني البوبيوليشن اللي بتعمل عملية تقييم هتكون لارج طبعا مش سمول على اساس يكون عندي مور داتا،
كمان عندنا الميتنج بتاعت البوبيوليشن هيكون راندوم، يعني ما فيش عندي نوع من السلكشن. ها، واحنا كأننا بنقول زي ما ذكرنا قبل شوي انه السلكشن هي عبارة عن اشكالية ممكن تأثر على اللي هو هذه الاكوليبريم. كمان ما فيش عندي ميوتيشن جديدة ظهرت في البوبيوليشن، كمان ما فيش عندي مايجريشن اور اميجريشن. المايجريشن يعني الناس طلعت من هذه البوبيوليشن، طلعت برا، زي ما صار عندي مثلا ناس طلعت من البلد وناس مثلا دخلت على البلد غرب بصفة معينة. إذا الخروج والدخول ماي immigration والإيميجريشن هذا بيعطي إشكالية في موضوع إنه يعطيني الكونسستنسي بتاعت اللي هو الجين فريكونسي والأليل فريكونسي في البوبيوليشن. كمان ما فيش عندي نيتشر سيلكشن، يعني ممكن كلمة نيتشر سيلكشن يعني ما صارش عندي نوع من الأمراض اللي حاولت مثلا هذه الأمراض في وجود أليلات معينة ممكن صار في عندنا ديت لناس معينين، ناس آخرين صار لهم ريكفري من الديزيز، فهذا طبعا هيعمل ديستيربنس في الفريكوانسي لكل من الأليلز وللجينوتايب. على هذا الأساس بيجي بيحكي لي هنا في المعادلة، بقول لي إن جنرال، إحنا طبعا إن جنرال متعارف عليه انه احنا في عندنا جينوتايب، بمعنى دائما بنتحدث انه بنقول انا في عندي كروموسوم فادر كروموسوم مدر. كروموسوم فادر في عندنا جين موجود عليه، وعلى كروموسوم مدر نفس الجين، وكأنه انت بتقول لي يوجد هناك أليل على كروموسوم فادر وأليل على الكروموسوم مدر بشكل او باخر. طيب هذا واضح، فبيجي يحكي لي هذه الأليلز الموجودة عندي ممكن أنا أقول في هذا الأليلز في كروموسوم فادر ممكن يكون سليم، زي ما ذكرنا موضوع البيتا جلوبولين فور اكزامبل، والأليل بتاع اللي جاي من مدار إلى البيتا مثلا يكون مريض أو في ميوتيشن. فبقول لي أنا بدي أعطيك هنا كقيمة، بقول لي البوبوليشن هي تتكون بتاعتي انا من الليلز دابيريشن اوف جينز، تمام، يا اما الاليلات تكون سليمه يا اما الاليلات مريضه. فقال لي هنا في الاخر مجموع الاليلات السليمه ومجموع الاليلات المريضه كلها بكون واحد، يعني بكون مثلا مجموعها عباره عن كونستانت 1، يعني يقول هنا صار عندنا مثلا بتقدير كقيمه بشكل او باخر. يعني لو قلنا البوبوليشن فيها 0.45 أليل بي مثلا أو أليل سليم و 0.55 أليل مريض، معناته التوتال نمبر 1 في هذه البوبوليشن. ولكن بيجي بيوضح لي كمان هنا في هذه المعادلة، بقول لي البوبوليشن هي عبارة عن ناس سليمة، ناس حاملة لمرض وناس مريضة. وطبيعي هذا الكلام صحيح، يعني انت بتيجي تطلع مثلا، وعارف انا صحيح عايز اوضح هنا الدراسة هنا في موضوع الكاركتر بتاعت الديزيزز تتمثل اكتر في موضوع الريسيسيف ديزيز. ليش؟ لانه انا في عندي مفهوم الاليلز اكتر، اما بالنسبة لموضوع الديزيز في موضوع الدوميننت وان الليل كافي انه يعطيك وضع مرضي. في موضوع الريسيسيف وان قليل مش كافي انه يعطيني، يعني ممكن في عندنا صفه الكارير. في الدوميننت ما فيش عندي صفه الكارير في البوبوليشن. اذا الريبريزنتيف ديمونستريشن في موضوع الهاردي وينبرج اكويجن اللي هو عباره عن ريبريزنتيف باي ذا ريسيسيف ديزيز، وكأن انت بتقول لي في عندنا مرض، عندنا ناس حاملين للمرض، في عندنا ناس مصابين بالمرض، وعندنا ناس سالمين المرض مش باين عليهم. اذا هذا البوبوليشن اللي هي تتمثل في هذه المعادله. فبقول لي انا الاليلز بي فريكوانسي اوف ذا نورمال الليل فريكوانسي اوف كيو فريكوانسي اوف ميوتنت الليل، تمام. فبقول لي بي بلس كيو سكوير ايكوال اللي هم البوبوليشن،
بي سكوير، يعني انا في عندي ناس بي سكوير ناس نورمال، ايش يعني؟ يعني عندهم 2 الليل سليمين، طبعا في عندي ناس نورمال، وكذلك انا بلس 2 بي كيو، يعني المعادله هذه لو نيجي نوزعها كماتماتكس اللي هو عباره عن بي سكوير بلس 2 بي كيو، يعني وكانه انت بتقول لي في عندي ناس حاملين، طبعا انا في عندي ناس حاملين عندما اتحدث على ريسيسيف، يعني ممكن ناس عندهم 1 الليل سليم 1 الليل بروبلماتيك، وكمان ممكن يحصل عندي يكون ناس مريضين اللي هو كيو سكوير. اذا ان جنرال البي والكيو هم واحد، اكيد بيعطوني واحد كقيمه، تمام. وكذلك وكانه معناته بيقول لي the frequency of the allele normal plus frequency of allele abnormal equal 1, frequency of genotype normal plus frequency of carrier plus frequency of no patient equal also 1. إذن عندما أتحدث على B square أتحدث على frequency of إيش non carrier، يعني أتحدث على frequency of normal healthy. عندما أتحدث على ال BQ أتحدث على frequency of carrier، عندما أتحدث على Q square أتحدث على الناس ال affected الناس المريضة. وكذلك طبعا بيجي بيقول لي هنا يعني كجملة عابرة إنه التقييم كذلك للأشياء أو للأليلز عندما يكون عندك more than one allele responsible for genotype, more than one allele responsible for certain genotypic picture أو phenotypic picture، زي يكون عندي B و Q and R على سبيل المثال. وطبعا الجينوتايب ديستريبيوشن في هذه الحالة بيكون B plus Q plus R square، لكن هذا أمر إحنا الآن مش بصدد الحكي عنه. هذا جانب. اللي بيحصل عندنا هنا لما نحاول نعمل كمعادلة بسيطة بيجي بيقول لي مثلا تو كالكوليت ذا جينوتايب فريكوانسي، بإمكاننا نيجي نطلع بيعطيني هنا مثلا 3 جينوتايب، A كابيتال A كابيتال ممكن يكون هذول عبارة عن سليمين، طبعا A كابيتال A سمول كارير و A سمول A سمول، هذول جينوتايب 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 جينوتايب، بخصوص جينوتايب اللي هو مجموع 2 أليلز بنقدر نقول عندي عبارة عن جينوتايب. إذا the frequency of each genotype كحساب عملية سهلة، لو أنا بدي أعمل frequency لل A مثلا frequency أو genotype AA اللي هو number of AA على الفريكوانسي على التوتال نمبر، فبعطيك فريكوانسي، فريكوانسي للكارير جين فحيعطيني نمبر اوف ذا كاريرز انديفيديوال على التوتال نمبر، فريكوانسي اوف ذا افكتد بيرسون بهالم جرب يحصل عندي نمبر اوف انديفيديوال افكتد على النورمال على النمبر التوتال نمبر، وهكذا بيعطيني فريكوانسي في داخل هذه البوبيوليشن. بس هنا كمان عايز اوضح انه زي ما ذكرت في السابق انه ده لو ابلاي تو اوتوسومال لوكاي، والخاصيه ان تقول اوتوسومال لوكاي والخاصيه عندما تحدث على موضوع ريسيسيف، اوكي انا وضحت انا مش موضوع الدومينانت اند تو ذا اكس كروموسوم اولسو ان فيميل، ليش؟ لانه في الميل عندي 1 اكس كروموسوم، فصعب نتحدث في موضوع ريسيسيف ودومينانت في هذا الموضوع لانه عندي 1 كروموسوم، لان هنا عندما تحدث على 2 لوكاي على 2 الليل هذه الشغلة. الآن بيجي بقول لي نقطة أخرى، الأمر هذا زي ما ذكرنا في السابق إنه هو في عندي أنا constant frequency للalleles بصحبة constant frequency في الجينوتايب، هذا ممكن يحصل له disturbance، وقلنا طبعا عن disturbance من خلال شغلات عددناهم، لكن بنيجي بنعددهم مرة أخرى إنه أنا صار في عندي new mutation، صار عندي migration، صار عندي genetic drifting، صار عندي natural selection أو consanguinity، هذه عبارة عن عوامل صارت عندنا بهذا الأمر. إذا ممكن يحصل إنه new mutation new mutation allele frequency change with the passage of time from one generation to another because
some alleles mutated، يعني صار في عندي alleles mutated. اوكي، في هذه في هذا الجينيريشن فهيحصل عندنا هنا اختلاف disturbance، يعني ما في شيء هناك عندنا تحس انه compared to the previous one حيكون عندنا the same frequency. إذا the mutation rate for this matter change في الأليل frequency فمعناته حيحصل عندنا هناك problem في هذا الموضوع. إذا هذا بالنسبة لموضوع ال mutation، إذا حصل عندي mutation في داخل ال population. واللي ممكن يحصل عندي عملية migration. ايش يعني migration؟ قلت لكم هنا انه migration ممكن يحصل عندي influx of gene، يعني gene flow. gene flow يعني مثلا على سبيل المثال عندنا population على سبيل المثال عندها certain يعني homogeneous من white color، لكن شفنا اللي دخل عليهم ناس black color على سبيل المثال في هذه البوبوليشن. اذا في هنا صاروا كانه جين فلو للبلاك كلر، فهذا حيعمل ديستيربنس في هذا الامر. واضح؟ اذا معناته البول اختلف عندي هنا نتيجه المايجريشن، او مثلا اعكسها اميجريشن اور مايجريشن اند اميجريشن، او ناس مثلا طلعت سواء كان جين فلو او جين لوس، برضو على هذا الجانب حصل عندي مشكله في هذا الموضوع. اوكي، هذا بيعطيك كمان هنا كمان الحديث على طبعا البدايه كان في موضوع الميوتيشن زي ما ذكرنا انه انا في عندي صار ديستربنس في طبيعه الجينز الاليلز وكان السليمه مقارنه مع اللي هو عفوا صار في عندي ميوتيشنز، هذه الميوتيشن صارت في سيرتين جينيريشن عمل لي اشكاليه. الميجريشن صار في عندنا اللي هو عباره عن جينيتك فلو سواء كان داخل البوبيوليشن او مثلا خرجت من هذه البوبيوليشن. عندنا مصطلح اخر اسمه الاستراتيفيكيشن. الاستراتيفيكيشن انه بيحصل في عندنا وجود بوبيوليشنز سمول جروب سب جروب، تمام؟ وهذه السب جروب عامله لي اشكاليه في عمليه تقييم الاشياء. بمعنى يعني كيف هذا الامر؟ انه والله انا مثلا عندي زي ما نقول على الجوش عندنا الان اليهود، طبعا في عندهم سيرتين سب جروب هذول لهم سيرتين كاركتر وكلوز توجذر زي ما كنا حكينا عنهم، مثلا الشكنازين او مثلا ناس اخرين لهم سيرتين كاركتر لهم صفات معينه منكمشين على على حالهم. يعني مثلا والله احنا عباره عن الشكنازيم، ذكرنا احنا في بدايه الكورس قلنا مثلا الشكنازيم دول دائما عندهم زي تي ساك ديزيز، مشاكل على مستوى المصل. ليش؟ لانه دائما عندهم تزاوج خلال نفس الجروب. إذا هذول خرجوا عن النص، ليش؟ لأنه زي ما ذكرنا في ضمن الشروط بتاعت البوبيوليشن لابد يكون عندي ايش؟ راندوم ميتنج، معناته اختل هذا الأمر. هذا موضوع الاستراتيفيكيشن، إنه في عندي سيرتين سب جروب، ناس مثلا شكنازيم، ناس بعين ألبينو، ناس عندهم مشكلة العمى البلايندنس، فدائما عندهم ايش؟ تقوقع في داخلهم، وهذا ما يعمليش نورمال ديستريبيوشن أو راندوم ديستريبيوشن. لهذا الموضوع. هذا بالنسبة لموضوع الاستراتيفيكيشن في هذا الجانب. الشغل الثاني ممكن يحصل عندي جينيتك دريفت. جينيتك دريفت انه طبعا الراندوم ميتنج اكيد في عندنا هذا الامر موجود انه بتكون عندي كوليبريا، لكن بحصل بعض الاحيان مش راندوم ميتنج زي ما قلنا انه في سيرتين بوبوليشن، فمعناته حيعمل لي نوع من الدريفتنج، بمعنى انه وكانه صار في عندي جاب ما بين الفريكوانسي اوف ذا الليلز النورمال وكذلك الفريكوانسي اوف ذا الليل اللي هي الابنورمال الليلز. فهذا من خلال سلوكيات مثلا مش صحيحه في عمليه الجينيتك دريفتنج صار عندنا في موضوع
البيهيفير اللي مش سليم عند هؤلاء الناس. هاي المقصود في موضوع الدريفتنج. السورتيتيف ميتنج السورتيتيف ميتنج عندي انا زي ما ذكرت عندما نتحدث عفوا في موضوع الاستراتيفيكيشن قلنا انه يوجد عندي هناك سب جروبس. هذه السب جروبس الى سيرتن بيهيفير في اللي عملت لي هذا الموضوع. في الموضوع الاخر في موضوع الاسورتيتيف ميتنج هنا انه مثلا الاسورتيتيف ميتنج انه مثلا ناس عندنا على سبيل المثال عندهم ظاهرة الألبينو عندهم مشاكل فدائما هم كلهم بتزوجوا من بعض الناس الألبينو مع الألبينو. هاي المقصود في الأسورتيتيف ميتينج. ناس مثلا متدينين والله شيك نزيم مع شيك نزيم فناس عندهم كلتشر معين نفس القضية فصير عندنا ميتينج. ناس عندهم مثلا اثنيسيتي معين ناس هسبانيك مثلا زي في امريكا دائما هذول الناس في عندهم ميتنج بشكل او باخر. اذا هي المقصود في الاسورتيتيف ميتنج. اذا الاسورتيتيف ميتنج انه بيحصل عندي ميتنج اللي عمليه تزاوج مع ناس لهم سيرتين نفس الكاركتر. وهذا الكلام بيعمل لي ايش؟ بيعمل لي ديستيربنس في الهاردي وامبرجلو بشكل او باخر. اذا الاسورتيتيف ميتنج يختلف مصطلحه عن اللي هو المصطلح اللي ذكرناه في السابق اللي stratification. stratification انه في عندي انا sub population في هذا الموضوع. في عندنا natural selection. natural selection انه natural selection انه بتحس وكأنه ال population تعرضت الى يعني ازمات. حصل في عندنا مثلا ديزاستر صار عندنا مثلا ملاريا وهذا الملاريا انه عندما انا اتحدث على ايفالويشن مثلا للجين بتاعت السيكل سيل انيميا فتحس انه الملاريا عملت ديستيربنس. ايش يعني ديستيربنس؟ يعني سيرتين بوبوليشن مثلا في منهم ناس عندهم سيكل سيل كارير في ناس افكتد في ناس نورمال في البوبوليشن فهتحس ان الملاريا ممكن تعمل كيلينج لسيرتين ساب جروب من هذه الثري كايند اوف بيبل فمعناته هذا عملي ديستيربنس. هذا بسموه نيتشرال سيليكشن كطبيعه. ممكن يحصل عندي مشاكل اخرى تؤثر على الهاردي وينبرج اللي هو الكونسانكوينيتي انه انا صار في عندي لما يتزاوج تقارب الاقارب مع بعض فهذا الامر اثر على الاشكاليات بتاعت او هيأثر على التوازن الموجود عندنا في هذا الموضوع بالنسبه لموضوع الكونسن كونسيكوينتي. الان طبعا هنا هننتقل لكن هحاول اتوقف هنا ان شاء الله وفي محاضره اخرى نكمل التوضيح اكثر لاكزامبلز عشان تتضح الصورة بتاعت هذا اللو. وشكرا لاستماعكم. السلام عليكم ورحمة الله.